مرحبا بكم من جديد. سنتكلم اليوم عن قصة جميلة فيها الكثير من العبر والتأملات. يقال ويحكى أنه كان هناك في قديم الزمان في أحد المماليك الصغيرة ملك يعشق الصيد في الغابات كما عادة الملوك طبعا. وكان لهذا الملك وزير مختص بحالة الطقس، فإذا ما أراد الملك أن يخرج للصيد أو للنزهة وما شبه ذلك أمر الوزير أن ينظر في أمر الطقس ويستطلع في أمر الأجواء. فيذهب الوزير ويضرب الرمل والودع ويقرأ مسارات النجوم، ثم يعود للملك فيخبره ويقص عليه ما إذا كان الطقس مناسبا للخروج أو لا. حتى جاء يوم أراد الملك أن يخرج للصيد وقرر أن يسحب معه الأميرة والملكة حتى يشاهدن البراعة والفروسية في الملك أثناء الصيد. وأمر الوزير أن يخبره عن حال الطقس، فقال الوزير: الطقس رائع ومناسب جدا للخروج يا مولاي الملك. وفعلا خرج الملك في موكبه بصحبة الأميرة والملكة، وما أن أوغلوا في قلب الغابة وتجهزوا للصيد والاستمتاع، فجأة انقلب الجو رياح وأعاصير وسحب وأمطار وأتربة. جزع موكب الملك وسقطت الأميرة والملكة في الطين والوحل. وغضب الملك غضبا شديدا ونقم على وزير الطقس أيما نقمه. وبينما هم عائدون في الطريق إلى القصر إذ رأى على أطراف الغابة كوخا لأحد الحطابين يخرج منه الدخان. اقترب الملك من الكوخ فطرق الباب، فخرج إليه الحطاب فسأله الملك: لماذا لم تخرج لجمع الحطب اليوم؟ ولما أنت هنا؟ فأجاب الحطاب: كنت أعرف أن الطقس سيكون بهذا اليوم سيئا جدا فلم أخرج. اندهش الملك ونظر لمن هم حوله باستغراب وتعجب وقال: وكيف عرفت ذلك؟ فقال الحطاب: عرفت من حماري هذا. فقال الملك: من حمارك؟ هل تسخر مني؟ وكيف ذلك؟ قال الحطاب: عندما أصبح أنظر إلى حماري هذا، فإن وجدت أذناه واقفتان عرفت أن الجو سيء، وإن وجدت أذناه نازلتان عرفت أن الجو مناسب. فنظر الملك إلى الوزير وقال له: أنت مفصول ولم نعد نريدك. وأمر بصرف راتب شهري للحطاب وأخذ منه الحمار. وأصدر الملك فرمانا أو مرسوما ملكيا بتعيين الحمار وزيرا للطقس. ومنذ ذلك الحين صارت الحمير تتولى المناصب الرفيعة في هذه الدولة. عندما لا تكون هناك قواعد منطقية يرجع إليها للحكم على الأشياء، وعندما يعتمد الحكم فقط على الأهواء، فتوقع كل شيء. لنا في الحديث بقية. إلى اللقاء.